عليكم، أنا نعيمة من مدينة مراكش أم نزار. أنا عندي هاد الوليد مريض بالمرض سميتو بواك. هاد المرض اللي عنده ما تيتنفخ ما تيدخلش يغسل خوتي للطواليت تقريبا دابا من عنده عام هو في هاد المعاناة تيعاني. ديما حنا بيه في السبيطار، ديما حنا بيه في السبيطار، ما خلينا السبيطار اللي مشينا ليه، وديما كرشو هكا من فوق هكا قبل ما يفتح كان ديما كرشو من فوق وما كانش يدخل ليا للطواليت كاع. ما خلينا ما درنا سميتو تيديروا الدويان، جربنا جميع الدويان، جميع سميتهم الريجيمات جربنا، ولكن مع ذلك داكشي اللي كاين حتى 2018 وقرروا باش يفتحوا ليه، ماشي تنفخ صافي ما بقاش عنده الجد باش يستحمل داكشي. قالت لينا البروفيسوره، قالت لك لا ما نجحش لا ما فتحش راه ما غاديش يعيش لك ولدك، راه صافي واحد الحاله بقايا المصران. قالت لك تفرقع ما بقاش تحمل هذاك الشيء، راه تجلس 20 يوم 15 يوم ما تيدخلش للطوايط نهائيا، ومن فتح دار الكونوستومي مع ذلك ما نجحت ليش ليه. خرج لي المصران ديالو اللي ما خدامش، خرج لي على برا، ودروكا ولدي راه ما تقدروش تشوفوا كرشو كي دايره مصارنو محطوط لي على برا هكا، محطوط لي على برا. ولدي تركا تعاني دروكا، يا هاد المرض اللي عنده ما بقاش ليه في المصارن ولا حتى ليه في المعده ولا ليه في النبوله، هاد المرض غادي تنتشر ليه. ودروكا ولدي، انا ولدي ما تيمشيش للمدرسه بحال الناس، ما تياكلش بحال الناس، ما تيلعبش بحال الناس، وعنده امل مسكين باش يعيش وباش مسكين أما مش يعيش، بغى يلعب، بغى يمشي للمدرسة بحالو بحال الناس، بغى يقرا. دروكا يا مسكين دروكا تهدى ليه هداك الشي، خرج ليه هزو مسكين هكا كهزو في كرشو مجمعلو ليه بالفاصمة وبليكوش هداك الشي، تهدى ليه دروكا تا هادي تيو ديال نبولة دروكا اللي هزو عام وشي حاجة باش هزو. دروكا مبقاش ولدي تعاني من مرض واحد ولا تعاني من جوج، دروكا الأعضاء ديالو الداخل غادي تيتكلم شوي بشوي عليه، الولد تضع قدامنا ما عرفنا ما نديرو ليه. دروكا حتى الطب هداك الشي دارو لي عليهم لي في محمد السادس، ولكن قالك ما بقى عندنا جهد لهاد الولد، ما عندنا ما نديرو ليه، ولدك خاصو تزريع المصران، خاصو يمشي على برا، خاصو يمشي لفرنسا باش يدير زراعة المصران. ودروكا مال حنايا تواصلنا مع السبيطار في مدينة في فرنسا في باريس، من تواصلنا معاه وكل شيء عطاونا الدي فيه 100 مليون، وجمعوا معنا خوتي المحسن اللي جمعوا لنا 20 مليون، ودروكا بقات لينا 80 مليون تنترجى خوتي المسلمين وخوتي المغاربة. وسيدنا انا ما يشوف هاد الحالة ديال هاد الولد، يشوف الحالة ديال هاد الولد، ما بينا حنا حتى حاجة، ما بينا حتى حاجة، بغينا يا ولدنا يتعالج، ما بينا والو، ما بينا حتى حاجة من هاد الدنيا، بغينا يا ولدنا يتعالج وبينا نشوفوه بحالو بحال الناس. تنطلب من خوتي المحسنين ما يتعاونوا معاه، بقات خاصة دروكا 80 مليون اللي بقات خاصة. الله يجازيكم بخير لما تعاونوا هاد الوليد، الله يجازيكم بخير. دروكا تسمع شي يقول نزار، شنو بغيت يا نزار؟ بالبران ما تيلعبش بحال الوليدات مسكين، واش بغيتي اخرى نزار؟ بالبران بنعود نلعب كيف حال الولاد، وبنعود نقرا، عاونوني عافاكم واش نولي لاباس، عاونوني واش نولي لاباس، عاونوني. تنطلب خوتي المحسنين لما يعاونوني عافاكم، دابا ولدي راه حالته واحد الحاله ما نقول لكمش، غادي وتات الاسوء ماشي الاحسن، غادي الاسوء. دروكا يا من درات يو دروكا عام ولا عنده الميكروب، دروكا يا راه ديما تنجيبو للدار تتدور الحاله ديالو تردو. ومولدي راه ما تياكلش ليا الخبز، ما تياكلش شحال من حاجه، تعيشي بالسوائل وعايشي في محمد السادس، معيش راه اللي سولتو عليه في محمد السادس من حدا الباب تقول لهم نزار، يقول لك هذاك ولد السبيطار هنايا.
راه ما تيجلسش في دارهم مسكين، عنده اما قال لك انا بيت نعي بيت برا ماما باش نبدا نجلس في الدار ونمشي للمدرسه ونلعب بحالي بحال الوليدات. تنطلب من خوتي المحسنين انهم يعاونونا، عافاكم عاونونا الله يجازيكم بخير عاونونا، راه حنايا تنعانيو مع هاد الوليد، راه حنا راه ما جالسينش في الدار جالسين في السبيطار عايشين فيه، الله يجازيكم بخير. نطلب من سيدنا انا ميش في هاد الحاله، الله يجازيكم بخير، راه مسكين راه ما ياكلش بحال بحال عباد الله، لما تعاونونا الله يجازيكم بخير، راه عايشين بالسوائل وعايشين بالسيروم وبالتغذيه باش يعيش يعلق مسكين في العرق، الله يجازيكم بخير، راه حالته مسكين غادي تتزاد تكفس على نار على نار على نار، الله يجازيكم بخير لما تعاونوا هاد الوليد، راه اقرب وقت خاصو يمشي يتعالج بهاد فهاد السبيطار، عندنا الوريقه ديال السبيطار مصاوبين كلشي، دروك بقايا السبيطار بغا يتخلص، جميع الوسائل الحمد لله ديال الاجراءات ديال الاداره كلشي مصاوبينهم ديال السبيطارات اللي في السبيطار اللي بيمشي ليه. تنتمنى من خوتي لم يعاونونا في هذا المبلغ ديال هذا الولد، ما يعطونيش انا ما بيت منهم والو، انا بيت راه السميه ديال السبيطار والورقه ديال السبيطار حتى الكونت ديال السبيطار راه كلهم كاينين، ما يعطوني حتى حاجه، انا يخلصوا ليا السبيطار ويتكلفوا ليا بولدي هادشي اللي بغيت، الله يجازيهم بخير الله يجازيهم بخير. يا رب تشافيني يا رب تشافيني يا رب نمشي فرنسا يا ربي يا رب نمشي فرنسا يا ربي، عافاكم عاونوني عافاكم عاونوني، وغيت انا نلعب كيف هالولاد، يا ربي تشافيني يا ربي يا ربي تشافيني. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.